كفايه قوي قوي المصايب اللي احنا فيها، وافردي بقك ده. مالك بدك تبلشي؟ بدك تبلش شو بدك؟ أنا هيك واضح إنك ما مخبرتيها إنه عملتي لي أنفولو وبلوك وكل هالحركات اللي بتعمليهم. ما بقى تعمل كأنه أنا اللي تركتك، أنت اللي تركتني ورفضتني. أنت هيك شايفتيها؟ عندي وجهة نظرك، وجهة نظري غير هيك. شو هي وجهة نظرك؟ دايما بتحسسيني وكأني ماني معبالك عينك، كأني ناقص. أنا إمتى حسستك هيك؟ شين أعطيك مليون مثل، خدي قصة السوبر ماركت مثلا. السوبر ماركت؟ آه يعني مش المشاكل والخناقات. هو كله بيشر بعضه، ما قدرت أبلعها. كيف كنت شايفتيني هذيك الليلة؟ كيف كنت شايفتك؟ صغير. كنت شايفتيني حدا صغير. بس أنا ما كان قصدي هيك، كنت بس بدي أشتري غراضي مثل ما بدي وسام. حتى ولو مش لأنك معصبة فيك تشبي حكي شمال ويمين كده الوقت، حكي كله سم. أنت صرت تحسب لي الغراض وتقول لي اشتريت هيك واشتريت هيك كأنه أنا حاملة كل المجاعات فوق راسي. أنا بس لأنه عم أقول لك هيك، يعني عم أقول لك شغلة حقيقية. في مجاعات شو؟ هي الحقيقة. إيه شو؟ أنت ما فيك تحسسني إني بلا قيمة بس كرمال تربح النقاش. بحسسك إنك بلا قيمة؟ دايما بتحسسني هيك. ليك يمكن أنا بعصب وبشبق وما بعرف أعبر، بس أنا كمان عندي insecurities. يعني أنا ما بشتغل أهم شيء بالعالم. أنت بتغار علي وبتصير تتهمني بقصص، ولا مرة حسسني إنك فخور فيني، ولا مرة عرفتني على عيلتك أو أهلك أو حتى رفقاتك المثقفين العظمى. ترى عن جد بعتذر، بس أنت أهم من كل هول المثقفين، من كل أصحابي وحتى من عائلتي. أنت عائلتي أصلا. إيش يعني؟ يعني أنا ضايع بلاكي، ما عم بعرف أعيش من دونك. شايفتيني كيف كل الوقت هيك مثل عم بلحق يكون محل بيت فاضي، كل شي فاضي، حياتي فاضية من دونك. تعالي هون.